شو المعامل اللي بين ايديك؟ دراجة نارية، عملنا مرة تنمير حديث، عرفت كيف؟ ايه جبنا المطابقة وخلصنا كل شيء نظامي وعم نمر هلا الدراجة. عم تواجهك صعوبات أو مشاكل؟ لا لا الحمد لله رب العالمين، أمور يعني ما عم تاخذ معنا وقت أبدا، لا كل الأمور ماشية الحمد لله، وكلهم متجاوبين معنا المصريين، كل شيء الحمد لله رب العالمين، ما في شيء أي إعاقة أبدا. وفق القانون 31 جايين نشتغل بالآليات اللي عندنا، اللي صار لهم فترة ما اشتغلوا، هذا المرسوم اللي إجا هو يسر لنا كل الأمور يعني. فجايين هلا انا اوقف الاليات عن السير، وبعدين بعمل معامله تثبيت محرك وتثبيت، والشباب متعاونين معنا على اتم وجه. في حجز سيارة، شلته الحمد لله 400، خدمات كويسه كثير الحمد لله 400. جيت اول امبارح حولونا على المحكمه، خلصت وجيت فورا مشوين اليوم الحمد لله. عم اشتغل فراغه سياره، طبعا في فرق كثير بالتعامل بين السابق والحاليا. هلا برنامج الاضباره وما الاضباره وكذا، بعد ما نوجد الكمبيوتر ما بقى في داعي الواحد يطلب اي ابدا اضباره. برنامج كمان التسديد الالكتروني كمان سهل عن الموظف، انه ما بقى في داعي توقفي على الدور والدور وتسددي وغلط ومصاري، كله صارت عن طريق التسديد الالكتروني، فصار في كثير تساهل الموضوع، وبفضل وزاره الاتصالات ووزاره النقل بالاعتماد على هذا الموضوع صار في تساهل كثير. بنخلص من هي الشغله، بنيجي على موضوع الفراغات ان كانت السياره دمشق ولا ان كانت السياره حما، صار فينا نفرغها باي محافظه ان كانت، تمام بالاعتماد على موضوع التدقيق. بس في عندنا مشكله صغيره عم تواجهنا، موضوع عدم وجود رخصه الكترونيه. هلا عم ناخذ نحن بدل كشف الطلاع مكتوب عليه لحين توفر رخص الكترونيه، هي كمان الورقه بدنا نعتمد بالاجواء، ممكن تتبلل المي، ممكن كذا، فتلف لهي الورقه عم يسبب مشاكل، انه بدنا نسلم اللوحات ونستلم لوحات جديده، فبتمنى من هذا الموضوع نتلافى من هون لخلال الايام القادمه. سياره ما زو تجديد رسوم. شو الصعوبات اللي عم تواجهك هون؟ ما في صعوبات الحمد لله رب العالمين، امور تمام الحمد لله رب العالمين. هيك بالخدمات اللي عم تقدمها المديريه؟ والله على العار الحمد لله، ما في اي عرقله يعني، هالقتمة اللي صارت يعني ما في اي عرقله.